حط السكر والرزار أبواب الجمعيات وأبواب الساعات حتى ناخذ حصتنا السكر والرزار ورجعنا في مثل ما رح تيجي إنه معنا مصاري ومعنا دفتر دونات مين بيعرف وين الصار وضاعت يا شغلي مجايو من عني تمشايه بدي اركب بالبار ما في باصات كفايه رايح على شغلي مجايو من عني تمشايه بدي اركب بالبار ما في باصات كفايه شغرية الترميم قالوا قبل الترميم حتى يقولوا ويجوني دفوا ايد البوليس مين بيعرف وين الصار بتاع اول دكتور قال لي انه كبدي تعبان والثاني قال لي حمى والثالث قال نطران اول دكتور قال لي انه كبدي تعبان والثاني قال لي حمى والثالث قال نطران والرابع قال لي عصبي خوفني ورشف ركبي ومصاري دفعوني وزياده مرضوني مين بيعرف وين الصافي طاعت المخبر ولوني بالنظارة نعرني بالسيارة وشهودي أهل الحارة واللي شرف عالمخبر ولوني بالنظارة لما حاولنا نحكي قال لي اوعك لا تحكي قال لي عيونك مفتوحة واعرف مع مين عم تحكي مين بيعرف وين الصافي ضاعت بالسيارة وشهودي اهل الحارة واللي شرف عالمخبر والنوم بالنظارة نعرني بالسيارة وشهودي اهل الحارة واللي شرف عالمخبر والنوم بالنظارة لما حاولنا نحكي قال لي اوعك لا تحكي قال لي عيونك مفتوحة واعرف مع مين عم تحكي مين بيعرف وين الصادق